الجمعيه دجمه تاع ليطوال، ليطوال العزيزه على السواحليه الكل وعلى التوانسه الكل، جابت البطولات وجابت الكوبات ولعبت ضد الاستعمار قبل، معناها ما تجيبش السمبول بتاعها وتحيه وتحطه معناها فيجور. احنا ما عندنا حتى شيء ما نقوله على السيد الرئيس، اما ما تحطش وجه السيد الرئيس في حجره ملوحه في البحر وتلحي النجمه، كانت لازم تحطها بجنبها وفما حاجه اخرى تحطها في حاجه اخرى، اما تلحي السمبول معناها حاجه مش لايقه بكل حقيقه، مش سي با سيفيليزي. عام 86 ربحت النجمه الساحلي تاع الملعب التونسي 3-0، هزت الكوب وقتها، خذوه من عند بورقيبه وصلوه حتى لهنا لبو جعفر، جاوب الكار وطلعوه فوق الحجره رمز تاع سوسه. بدات من غادي من هكية الرمز هكية من عام 86 قاعد ماشي ديما رمز سوسه الحجره هكية بتاع ليطوال، فهمت؟ هذيك اللي قاعد ماشي الرمز هكية هو الصحيح، هذاك هو هذيك الحجر هذاك الكوتش هذاك يقول لك قديم ياسر، عنده بريسك معناها ما نعرفش بالضبط، من حسب التقريب تاع الحرب العالميه، تاع الحرب العالميه الالمان، وقت الالمان جاوا لتونس هنا. يعني تفكر معناها جدي كي نحكي له كانوا الطيارات وقت دخلوا هنا سوسه قنبلوا، كانوا جنود الالمان يحاربوا ويتخبوا معناها ضد الطيارات، حاسيلو ما عاد الحرب العالميه الثانيه هذاك موجود قبل الله يعلم، اما فهمت؟ وتوا ولا كما يحكي لك السيد توا كان ولا معنا رمز للاطوال. حجر هذيك راي ليطوال نجم هذا الساحلي راي ديما من عام 1925 حتى توفى الدنيا، تبقى ديما قويه وتبقى ديما ليطوال وتبقى وراها رجال كما اللي يحكي معك هذا يبطل العالم برجوليه جناب، معناتها هذيك الرمز نتاعها لا تضر العباد ولا حتى انسان معناتها يتفرج فيها. الحبيب بورقيب اول رئيس في تونس ما تحطش على النجمه، خاطر تبقى ديما النجمه. المراه هذه غطتها بالتصويره نتاع الرئيس هذا جديد، على بالنا هو رئيس تو ربي يعينه يخدم على روحه، انتخبوه الشباب وانتخبوه الناس ربي يعينه يخدم على روحه، لكن تو تجي تصويره رئيس تحطها فوق النجمه مش معقول زاد. ماهوش معقول، حتى الانسان عنده عقل، كل حاجه في بلاصتها، السياسه في بلاصتها والرياضه انسان عقله نظيف يتبع الرياضه يتبع الكوره يتبع الاطوالي، انسان عقله نظيف اش دخل الرياضه في السياسه. الحجره هذه قديمه برشا، هذه السمبول نتاع الاطوال معروفه النجمه في بو جعفر، عندها عشرات السنوات. الليتوال كما تعرفوه من عام 1925، الليتوال معناتها سدي السامبون تاع حمام تاع سوسه، كما نشوفوا الكولور ازرق واصفر ودرابو سوسه. الليتوال النجمه بيان سور الليتوال متاس عام 1925، هذيك تعني الليتوال، ازيد من الليتوال ما تعني حتى شيء، تعني السامبون نتاع الليتوال ونفس الوقت الليتوال هي سوسه. اللي صار الجمعة اللي فاتت حاجة دايور مش أول مرة صارت، نتذكر صارت الحجرة هذيك مع توزن ترانت وصلوا طيحوها في وسط البحر، كيفاش طيحوها الأوار شنو الماتريال اللي جابوه باش طيحوا الصنبونة نتاع الإطوال في البحر، تكلفت برشا فلوس وبرشا باش عاودنا رجعنا الحجرة هذيك، ماتريال كبير برشا باش عاودت ترجعت الحجرة هذيك، ماهيش بالساهل باش عاودت ترجعت. وتقعد ديما الاطوال وتقعد ديما حجرة وجعفر هي السمبول الكبير نتاع الاطوال وتحيي الاطوال وتحيي سوسه وتحيي تونس. بالنسبة لحجرة الاطوال تعني لي برشا حاجات، أنا جيتي أنا أونسيان جوار في الاطوال، لعبت معهم الهوند، لعبت الفوت معناها في ليزاني 70، يعني وقلي تحكي حجرة الاطوال تفكر السبعينات، تفكر الرؤساء اللي تعداو بتاع الجمعية، تفكر الممرنين اللي رناوك، شوف الشباب بتاعك فك الحجرة هذه كمان. بالنسبة لي يعني السمبول بتاع سوسة هو الدراب وذاك المحطوط عليها، هو كل نتصور السواحلية الكل ديزيتواليست دي يعني نشوف الطفلة اللي عملت هذيك معناها عملتها بعفوية، ما نتصورهاش معناها كانت باش تنبز جمهور ليطوال ولا الفيراج متاع ليطوال ولا عملتها بعفوية، معناها ديجا هي مش سينماتور، معناها تو جوست نعلق التصويرة وعملت لي كونتور نتاعها بالأحمر هكا
كي جيت خصيصا باش نشوف الرسمه يا اخي ما لقيتهاش، هي حسب ما سمعت انها صورتها في بلاصه النجم، والعلامه هذيك تخص الليطوال، معناها الليطوال فريق عريق وكذا وشاع، ومعناها فات الجمهوريه التونسيه دونك سي با لا بين باش تاثر كذا وكذا. تقريبا من الثمانينات او قبل، يعني نعرفها انا من الصغر نعرفها تابع الليطوال، دونك الليطوال ما حاجه تعني الكثير للرياضيين والشعب الساحل بصفه عامه. دونك انت كتحبي تبدي رايك وتبدي يعني تصوري حاجه، صوري على حاجه اخرى وكذا، واهلا وسهلا.